السلام عليكم، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كويسين وبخير. يسعد الله اوقاتكم حبايب قلبي بكل خير ان شاء الله باذن الله. النهارده معانا برج الدلو. الفتره القادمه هتكون خير وهتكون كلها تفاؤل وكلها حب. ادخل على الفيديو بالطاقه الايجابيه وابعد عن الطاقه السلبيه. ان شاء الله باذن الله ربنا هيكرمك ويوسع رزقك ويبعت لك الانطلاقات والرزق والتفاؤل والفرحه اللي انت مستنيها ومستني التغيير، مستني الانطلاقه. صلي على الحبيب عليه افضل الصلاه والسلام. كتر في الاستغفار وفي الدعاء علشان بيغير القدر. اللهم بشرني بما انتظر منك وانت خير المبشرين. خلي ايمانك بالله قوي يا برج الدلو علشان خاطر تحصل على اللي انت عايزه. ولما تدخل في حاجه ادخل بقلب جامد علشان خاطر تقدر تنتصر حوالين الاعداء اللي حواليك والناس المنافقين. انت اكتر حاجه وجعاك ان انت اتغدرت واتصدمت ولحد الان عندك صدمة نفسية وبتعاني منها بسبب السحر وبسبب العيون اللي عليك وبصالك في كل حاجة تدخل جيبك. انت الاحسن حاجة يا برج الدلو ان انت تكتب وتداري، ودي شوية نصايح ليك. نشوف فنجانك بقى بيدل على الرزق وعلى ان شاء الله باذن الله على انطلاقة الحلو. بس عايز اقولك على اول حاجة ان انت متضايق وحزين. انت متضايق وحزين وبتحاول ان انت تستعيد نشاطك، تستعيد حياتك بالكامل. انت كنت في مرحلة صعبة الفترة اللي فاتت وحاليا بتحاول انت تطلع منها بكل الطرق. بتحاول تهرب من حاجات كتيرة جدا. كان معاك علاقة مع برج العذراء ونهتها او حصل انفصال. عندك انطلاقة جديدة وعندك امور حلوة. عايز اقولك ان الشريك كان في علاقة تانية وخطب واحدة تانية او ارتبط بواحدة تانية، اتجوز واحدة تانية، وانت قلبك مقهور وعندك الم في جسمك. وعلشان كده انت مطعون من اقرب الناس ليك. وعايز اقولك كمان ان انت عندك مواجهة. انت بتصحى من النوم كسل، خمول، ارهاق، تعب، وكأنك عامل مجهود، شايل هموم كتيرة جدا فوق كتفك، شايل حمل كبير، عندك وجع في ظهرك غير طبيعي. عايز انت بتفتش في اوراق قديمة، عايز تعرف وراق حد قديم. شايفة كمان ان انت دلوقتي بدأت تبص لحياتك وبدأت تبص لنفسك وابعدت عن اي حد عمل لك مشان كان معاك علاقة مع برج الجدي ونهتها. عايز اقولك ان في حد بيحبك او حد كان بيحبك لحد الان بيفتقدك، لحد الان بيدور في صورك، لحد الان بيدور في حياتك. حاولت انت يا برج الدلو الفترة دي تستعيد ثقتك بنفسك. انت فقدت ثقتك في كل الاخرين واكتر ناس من ناحية الحب. في شخص هتتعرف عليه الفترة القادمة هيديك طاقة ايجابية وهيديك انطلاقة حلوة وهيديك حاجة حلوة. عندك حد من برج الاسد بيتجسس عليك يا برج الدلو. انت اتصدمت من اقرب الناس ليك. شايفه لك هنا يا برج الدلو ان انت عندك انفراجة باذن الله الفترة القادمة، وهيكون عندك امور حلوة وفي نفس الوقت انت هتستعيد ثقتك بنفسك. في حد بعيد عنك، حد اخد حقك، حد سرقك، حد عمل لك توتر، عمل لك حيرة. عندك راجل كبير في السن، الراجل ده شرير جدا، وعندك شاب ده بيغير منك ودايما عامل مشاكل ودايما بينك وما بينه مشاكل. انت بينك وما بين الاهل قضايا في المحكمة، عايز ورث، عايز حقك، عايز حاجات كتيرة جدا بتحققها. عندك مشكلة يا برج الدلو بتحاول تخلصها بكل الطرق. شايفه لك كمان يا برج الدلو ان الفترة اللي جاية دي هيكون عندك انفراجة حلوة. عندك ابن مريض سكر، مريض نفسي، عندك حد تعبان في حياتك. شايفه ان الديون اللي عليك قتلتك، الديون اللي عليك وجعتك. شايفه كمان ان انت الفترة اللي جاية هيكون عندك اكتمال في دراسة، اكتمال في حياة، اكتمال ورا، الله اعلم. شايفه انه في واحدة سمرة عندك بتبين ان هي بتحبك. عندك حد من برج الحمل بينك وما بينه فرق سن، وعندك شوية نسوان من الجيران اللي عندك يا برج الدلو، ناس حاقدين وناس مش كويسة، للأحسن ان انت تبعد. حصل بينك وما بين اشخاص كتيرة جدا انفصال، او انت خرجت ناس من حياتك بسبب التوهان والحيرة. شايفة ان في طريق هتمشي فيه الفترة القادمة دي
هتقابل شخص مميز وهتقابل شخص كويس جدا. انت تايه وتعبان ومخنوق ودخلت في مرحلة اكتئاب بسبب اللي انت شفته من اقرب الناس ليك، عندك طريق سفر الفترة القادمة، عندك مرات اخ يا برج الدلو خبيثة الشكل خبيثة اللون، دايما بتعمل اسحار وناس مش كويسة، خيانات وطعنات من اقرب الناس ليك، من الاهل من الزملاء من الصحاب، انت دايما بتاخد على قفاك. كان بينك وما بين برج التور علاقة وانفصلتوا، وان شاء الله باذن الله هيكون في مكالمة بينكم والقرار هيكون قرارك يا برج الدلو. انت داخل على مشروع جديد، داخل على شراكة جديدة، داخل على عمل جديد، داخل على حاجات جديدة. عندك ابن مسجون من برج الميزان، مسجون ظلم، ان شاء الله باذن الله ربنا هيفك كربه. عايز اقول لك يا برج الميزان، لو انت داخل على مشروع، داخل على مرحلة، داخل على سفر، داخل على حاجة معينة، باذن الله الامور هتتحسن. عندك حد من برج السرطان بيتجسس عليك، عندك حد من برج السرطان بيتجسس عليك. انت كنت في علاقة تانية يا برج الدلو، كنت في علاقة تانية، كنت مع حد او كنت في ارتباط الله اعلم، كنت في علاقة، كنت في حاجة معينة ونهيتها، كنت في حاجة معينة نهيتها. عندك شخص في حياتك نرجسي، شخص في حياتك مش كويس، فخلي بالك منه وكون حذر من كل الاشخاص اللي حواليك. مش اي حد بيحبك زي ما انت فاكر، ولا اي حد بيتمنى لك الخير. انت بتدور على راحة البال، بتدور على السعادة، وصبرت كتير وبتقول يا رب انا صبرت بشرني. شايفة كمان ان انت حد هياخد رأيك في موضوع مهم، حد هياخد رأيك في موضوع مهم. دايما محسود في فلوسك، محسود في أملاكك، محسود في ضحكتك، محسود في كل حاجة. بس عايز أقولك كمان إن أنت الفترة دي هيكون عندك تطورات حلوة بإذن الله، تطورات حلوة في حياتك. انت بدأت تطلع السلم واحدة واحدة، بدأت تتخطى كل المشاكل وتبص لنفسك وتبص لمستقبلك وتبص للحياة بشكل مختلف. بس انا عايزك تحصن نفسك بشكل او بتحصن نفسك على طول علشان العين عليك وصيباك. شايفة كمان ان هيكون عندك علامة قادمة الفترة اللي جاية، هتفتح ليك سكك كتيرة، هيوسع رزقك ربنا، هيكرمك بالخير في حاجات كتيرة جدا. بس انت ابعد عن كل الاشخاص، انت بتحس بكسل من وقت للتاني، بتحس بارهاق، بتحس بتعب، بتحس بحاجات كتيرة جدا فيها توتر وفيها حيرة. الفترة اللي جاية يا برج الدلو هتسمع خبر حلو، الخبر حلو ده انت كنت مستنيه لك فترة كبيرة، وهيكون عندك انفراجة حلوة بإذن الله، علشان انت فعلا تستاهل كل خير، وعلشان انت اتظلمت من اقرب الناس ليك. فانت عندك خبر حلو، والحاجة اللي انت منتظرها ربنا هيرد عليك بيها. اتكسر قلبك اكتر من مرة، شايف اتكسر قلبك اكتر من مرة، اتخذلت من اقرب صديقتين ليك او اقرب صديقين ليك. بدأ النوم عندك ما يكونش مستمر، ما يكونش على طول، بدأت تبص للحياة بشكل مختلف. عندك 6 خطوات او 6 ايام وهتوصل للحاجة اللي انت عايزها، وهتعدي وهتكبر. بس ابعد عن كل التوتر وابعد عن الاحباط اللي انت فيه. عايز ابشرك يا برج الدلو ان مهنيا هيكون في حياتك فيها هنا وفيها سعادة باذن الله، وهيكون عندك سلامة. وعايز اقول لك كمان ان انت هيكون عندك بداية جديدة وعندك فرحة بفضل ربنا سبحان الله وتعالى. انت مستني فرحة، بالفعل هيكون عندك فرحة، بالفعل هيكون عندك فرحة. انت مخنوق وزعلان من جواك وبتكتم، بتكتم بتكتم جواك يا برج الدلو، يعني ما بتتكلمش دلوقتي، انت بتكتم، وكل الكتمان ده عامل لك ألم وعامل لك حيرة، عامل لك ألم وعامل لك حيرة. شايفة كمان ان ابراج كتيرة جدا دخلت بينك وما بين الشريك، عملوا لك توتر، واشخاص احسن حاجة ان انت نهيت علاقتك بيهم. حاول تخلي المواجهات اللي هتحصل الفترة القادمة بشكل ايجابي عشان خاطر المشاكل اللي في حياتك. تعال على نفسك علشان خاطر انا شايفة ان العلاقة الجديدة هيكون فيها انطلاقة حلوة وهيكون فيها فرحة. بس انت حاول ان انت تركز كويس جدا على
هدفك وتركز جدا على حياتك عشان تشوف الحياة بشكل مختلف، عشان انا شايفة لك تحسنات بشكل بشكل حلو جدا. احلامك فيها قلق، فيها خوف، فيها توتر، فيها حيرة يا برج الدلو. احلامك فيها توتر، الفترة دي لازم تثبت وجودك يا برج الدلو. الفترة دي لازم توزن امورك. عندك شخص نرجسي متعدد العلاقات، شخص مش كويس في حياتك، ابعد عنه، والاحسن ان انت تخرجه من حياتك. عندك برج العقرب بينك وما بينه مشاكل، بينك وما بين برج العقرب مشاكل. شايفه كمان يا برج الدلو ان انت لازم تاخد حذرك من اتخاذ قرارات في الفترة القادمة دي، علشان انت هتكون حساس بطريقة رهيبة، وممكن تاخد قرارات تبقى خاطئة من في حياتك. حاول ان انت تهدي اعصابك من كتر التفكير، علشان ما تصيبش نفسك بالاحباط وبالتوتر. الناس اللي وجعتك، اللي انت عمرك ما تخيلت ان هم ممكن تتخذل منهم، دي اكتر حاجة وجعاك، اكتر حاجة وجعاك. عندك حد من برج القوس في شدة وفي خنقة، عندك حد من برج القوس في شدة وفي خنقة. انت محكوم عليك بالاعدام وانت عايش يا برج الدلو، بس عايز اقولك ان ربنا هيبعت لك الاشارة اللي انت تستاهلها، هيبعت لك الانطلاق، وهيبعت لك الفرحة، وهيبعت لك التغيير. انت اصلا ماشي في طريق اليومين دول، والطريق ده عايز اقولك ان هو كله خير لحياتك. انت حاليا مش مرتاح مع الشريك، حاليا مش مرتاح مع الشريك، عايز تبعد عنه، عايز تسيبه، عايز مش عايز تفضل معاه. في حاجة انت شاكك فيها يا برج الدلو، في ورق انت بتفتش فيه، الله اعلم، في حاجات انت بتفتش فيها. انت شخصية روحانية جدا، والحاجة اللي بتحسها بتحصل من غير تردد، الحاجة اللي بتحسها بتحصل من غير تردد. الحاجة اللي بتشوفها بتحصل، الحاجة اللي بتحس بيها بتحصل. بيجي لك وسواس بيكلمك يا برج الدلو، وبيقول لك على الحاجة قبل ما تحصل. يعني انت بتحس بالحاجة بطريقة رهيبة. حاليا ان انت بدأت تستعيد ثقتك بنفسك، بدأت تستعيد ثقتك بنفسك، وشايفه كمان ان انت هنا هيكون عندك انطلاقه. وشايفه لك كمان يا برج الدلو ان انت هتاخد الانطلاقه الحلوه اللي انت مستنيها، انت هتاخد الانطلاقه الحلوه اللي انت مستنيها. انت قلبك موجوع جدا يا برج الدلو، قلبك موجوع بطريقه رهيبه، قلبك وجعك، قلبك وجعك بكل الطرق. بس ما تقلقش، ما تقلقش، والله هتدخل في طاقة إيجابية، وهتدخل في حاجة حلوة. الحسد بيأذيك بكل الطرق، حتى عيالك تعبانين، حتى عيالك تعبانين. شايفة كمان يا برج الدلو ان انت هتجيلك رسالة الفترة دي، انت هتكون محتاج تسمع الرسالة دي، محتاج تسمع حاجة تديك اي امل، محتاج تسمع اي حاجة تطلعك من الحيرة، تطلعك من الخوف. في حد بيراقبك دايما ومتسلط عليك، حد بيراقبك دايما ومتسلط عليك. خلي بالك من الاشخاص اللي هي بتقولك احنا بنحبك واحنا جنبك واحنا عايزين نشوفك احسن حاجة في الدنيا. في حد عندك في شغلك او في عملك، حد في شغلك او في عملك بيحاول يلعب على الطرفين، بيحاول يلعب على الطرفين. انت اجمل حاجة فيك يا برج الدلو ان عزة نفسك عالية، عزة نفسك عالية، بتحب الخير لنفسك، وبتحب السعادة لنفسك، وبتحب تسعد كل الاخرين. وده غلط يا برج الدلو، ده غلط. لما انت هتكتم، لما هتكتم ربنا هينصرك. انت اصلا تستاهل كل خير، وانا قلتلك من البداية انت بدأت ان انت ما تثقش في حد يا برج الدلو، بسبب اللي انت شفته، بسبب اللي انت شفته. عندك خطوة جديدة، وعندك مغامرة، وعندك نقلة بإذن الله الفترة القادمة. عندك مقابلة مع حد غايب عنك ليه فترة، عندك مقابلة مع حد غايب عنك بقاله فترة كبيرة. عايز اقول لك انه ربنا هيعوضك،
وهيدي لك الفرحة بإذن الله. نشوف فنجانك بيدل على إيه، إن شاء الله فنجانك يدل على السعادة وعلى الرزق وعلى الانطلاقات الحلوة اللي انت مستنيها يا برج الدلو. أول حاجة يا برج الدلو، انت هيكون عندك تغيير جذري، هيكون عندك تغيير جذري، بس ما تفكرش في الظلم وفي الأذية والخذلان اللي انت مريت بيه وكسرة القلب. انت حسيت ان الدنيا بتعدي وهي اصلا ما بتعديش بالنسبة لك. سيب كل اللي فات، انسى كل اللي فات وركز على هدفك، ركز على هدفك. شايفة كمان ان دي فترة صعبة، فترة صعبة مرت عليك، بلاش تقفل على نفسك وتقفل على حياتك. بص للمستقبل، بص على الايام اللي جاية عشان شايفاه لك خير في حياتك. قلت لك تلات تعابين، التلات تعابين دول خطرة جدا جدا ومش كويسين، يعني هم خطرة ومش كويسين يا برج الدلو. شايفة كمان ان انت بيصدر منك تصرفات في بعض الاحيان مستحيل حد يفهمها، مستحيل حد يعمل عشانها. شايفة كمان انه في واحدة ست حطاك في دماغها وعيونها عليك، عيونها عليك. الست دي كبيرة في السن، الست دي كبيرة في السن، حطاك في دماغها ومش راضية تبعد عنك ولا تسيبك في حالك، حطاك في دماغها ومش راضية تسيب في حالك. انت لما بتدخل في العلاقة يا برج الدلو بتدخل بقلب جامد، بتدخل بقلب جامد، وفي الاخر بتاخد اكبر ضربات، يعني بتدخلهم بيظلموك. في شخص انت وثقت فيه ولما انت وقعت في شدة بعد عنك، لما انت وقعت في شدة بعد عنك. شايفة لك هنا ان انت انت في وادي والحياة التانية في وادي، في حاجات عندك مختلفة بتحصل في حياتك، بس عندك رابط بينك وما بين الاشخاص دي يا برج الدلو، عندك رابط بينك وما بينهم. انت حاسس ببعض اللخبطة في حياتك، حاسس ببعض اللخبطة في حياتك. شايفة كمان انه الزوج عملوا لك بينك وما بينه سحر، لخبطوا حياتك. في حاجة جواك فرقة معاك يا برج الدلو، او حاجة مأثرة فيك من وانت صغير، او من وانت من اول ما اتولدت في حاجة كده. شايفة كمان ان انت خدت صدمة، صدمة كبيرة جدا، خدت صدمة كبيرة جدا ولحد الان بتعاني منها. شايفة لك هنا ان انت هتدخل في علاقة جديدة وعلاقة فيها التطورات. لو انت انفصلت عن برج الثور الاحسن انت خلاص وتاخد القرار الصح وتفكر في مستقبلك في الدنيا القادمة. انت عندك دوامة وتايه يا برج الدلو، انا شايفة لك توهان وشايفة لك احباط، شايفة لك توهان وشايفة لك احباط من نفسك. عندك نصايح وعندك تحذيرات خلي بالك منها، احذر من اقرب الناس ليك. بينك وما بين لهفة، بينك وما بين حد لهفة او اشتياق، بينك وما بين حد لهفة او اشتياق. في حد بعيد عن عينك بس مش بعيد عن قلبك، في حد بعيد عن عينك بس بعيد مش بعيد عن قلبك. في حد انت في حد مكتفك يا برج الدلو، في حد مكتفك. شايفة ان في حد عندك عريس او في خطوبة او في زواج، في حاجة او في علاقة جدية انت هتدخل فيها او عندك حد هيدخل فيها. شايفة كمان ان انت هنا دخلت في نقاش، دخلت في حوار، دخلت في مشكلة وبتحاول تطلع منها، بإذن الله هتطلع منها. بس خلي بالك من الجيران اللي بيحاولوا يدخلوك في متاهات وفي مشاكل. انت داخل مع حد جمعية يا برج الدلو، خلي بالك من النصب، ادخل مع حد موثوق فيه علشان خاطر ما تزعلش وانت اصلا مش محتاج صدمات ولا محتاج اي حاجة بينك وما بين اي حد. في حاجات كتيرة جدا تعباك وحاجات كتيرة جدا خانقاك، حس ان انت ما فيش حد بيحبك، حس ان ما فيش حد بيتمنى لك الخير، حس انه ما فيش حد بيدعمك، كل اللي بيقربوا منك علشان مصلحتهم فقط لا غير، وده غلط اصلا جدا علشان خاطر انت فعلا تستاهل كل خير يا برج الدلو، بس مش كلهم بيحبوك زي ما انت فاكر. في ناس بتقرب منك علشان خاطر الناس بتقرب منك دي عشان خاطر مصلحتها الشخصية. بس انت عندك يعني انت اصلا روحاني، الحاجة اللي بتحسها بتحصل هذه حاجة، وكمان بيجي لك وسواش، وغير كده القرين مش سايبك في حالك. القرين يا برج الدلو
مش سايبك في حالك. القرين دايما بيوشوشك، دايما بيتكلم عنك، دايما بياخد باله منك، وعشان كده بتحس بتصحى من النوم متوتر وحيران وكأنك عامل مجهول. كان عندك علاقة مع برج الحوت واتظلمت منه جدا. كان بينك وما بين برج الحوت علاقة واتظلمت منه جدا. انت حاليا بتفكر، ممكن تكون فكرت في وقت من التاني في الانتحار عشان تعبت من الدنيا. يعني انت من فترة ممكن تكون بتفكر في الانتحار بسبب ان انت تعبت من الدنيا، وبسبب انه مفيش حد واقف جنبك، ودي حاجة بتوجع لما انت تكون محتاج حد وما تلاقوش جنبك، فدي حاجة بتوجع. انت ضربت اكبر ضربة في حياتك، ضربت اكبر ضربة في حياتك، ولحد الان بتعاني منها اكبر معاناة. شايفة كمان انه في علامة في جسمك متعلمة، في علامة في جسمك متعلمة. شايفة كمان ان انت هنا بتغير من نفسك بطريقة ايجابية، بتغير من نفسك بطريقة ايجابية. انجرحت من فترة، ممكن تكون عملت عملية وخدت فيها غرز، او انجرحت جرح كبير، او عندك ولادة، الله اعلم. بس كان في جرح وكان في زيارة للطبيب يا برج الدلو، كان في زيارة للطبيب، زرت الطبيب وحاولت ايه ان انت تشفي نفسك بنفسك. ركز بس على طاقاتك الايجابية، ركز بس على حياتك اللي جاية. عندك دخول محكمة وبإذن الله هتكسبها، عشان شايفة لك طاقة قلق، شايفة لك طاقة قلق. شايفة كمان يا برج الدلو ان انت الفترة القادمة دي بإذن الله بفضل ربنا سبحانه الله وتعالى هيكون عندك تغيير جذري اللي انت مستنيه. بس الصدمة ان انت فقدت الثقة في اقرب الناس ليك، وفقدت الثقة في كل الناس اصلا. بس انا شايفة لك خير. انت عايش في عايش في سفينة لوحدك، عايش في مركب لوحدك من كتر الخذلان والغدرات. ألم في رقبتك، ألم في ركبتك غير طبيعي، محدش واخد باله منك، محدش بيقولك مالك، محدش بيقولك مالك. انت محتاج الحنية، محتاج ان انت حد يحسسك بالحب، حد يحسسك بالامان. الكسل والخمول تعبك جدا يا برج الدلو، الكسل والخمول والظلم اللي وقع عليك. بس انا شايفة ان انت فوضت امرك لله وبتقول يا رب اكبر بخاطري. عندك نجاح لبنت، الابن، عندك نجاح لحد. ابعد عن التعب، ابعد عن الطاقات السلبية، بلاش تخلي ولادك يتعبوا نفسيا، بلاش تخلوا اولادك يتعبوا نفسيا. لو عندك حد بيدرس فهو هينجح باذن الله وهيحقق امنيته وهيوصل. بلاش الزعل مع نفسك، بلاش تكتم جواك. انا ممكن اقول لك تجيب ورقه وقلم يا برج الدلو وتحكي عن نفسك، تكتب اي حاجه مضايقاك، تكتب اي حاجه مزعلاك، تكتب اي حاجه جواك، ولا ان انت تكتم جواك اكتر من كده، علشان الكتمان ده بيوجع. انت طيب واللي في قلبك على لسانك، بس انت لازم تاخد بالك من بعض الاشخاص اللي بعيون كتير، من بعض الاشخاص اللي بعيون كتير. كان عندك حد من برج العذراء بينك وما بينه مشاكل لرب السماء، وكمان برج الجدي، انت قلبك موجوع جدا، وقطعت علاقتك مع بعض الابراج، قطعت علاقتك مع بعض الابراج. الدلو مع العذراء بينهم وبينهم مشاكل، وبينهم وبينهم نفور غير طبيعي. انت حاليا بتفكر في سفر، بتفكر تغير من مكانك. شايفة انه بنات الدلو عندكم ارتباط الفترة القادمة، بس خلوا بالكم الدلو مع الجوزاء بيكونوا في علاقة فيها توتر وفيها تغيير، فخلوا بالكم. انت حواليك ناس كتيرة جدا خبيثة، فخلي بالك وحط عينيك في وسط راسك، حط عينيك في وسط راسك. مين الشخص المتعدد العلاقات عندك؟ دايما كل شوية يتجوز، كل مرة بتلاقيه متعدد العلاقات كده، بيتجوز كتير وهو مش مستقر في حياتك، بسبب ان هو تعبان نفسيا، بسبب ان هو مش مرتاح، بسبب ان هو متخان مظلوم، الله اعلم. بس هو حاسس بخنقة غير طبيعية يا برج الدلو، حاسس بتعب انت في جسمك، حاسس بتوتر. انت شايل هم كبير على كتفك يا برج الدلو، شايل هم كبير على كتفك. حاسس بخنقة من وقت للتاني، بتحس انه في حاجات كتيرة جدا عاملة لك مشاكل.
في ست عندك بتتمنى لك الشر، احذر وخلي بالك، بيجي لك صداع من وقت للتاني، بيجي لك صداع من وقت للتاني، مليت من حياتك، مليت من المشاكل، علاقات نرجسية، علاقات خبيثة، اشخاص خبيثين، اشخاص دايما حط عليك ودايما بيتكلموا عنك بالسوء، عندك اعراض كتيرة جدا تعباك نفسيا، اعراض كتيرة جدا تعباك نفسيا. في طرف تالت داخل في العلاقة، او في بينك وما بينه، في بينك وما بين شخص كان علاقة وعملتوا لبعض بلوك، او هو عملك بلوك، عندك انطلاقات، عندك فرحة، بس احذر وخلي بالك، انت عندك وقف فال، البومة دي مش راضية تسيبك في حالك، البومة دي مش هتسيبك في حالك ابدا غير لما تموتها، غير لما تموتها وتقتلها. ابراج كتيرة جدا بينك وما بينها مشاكل، ناس كتيرة جدا بتتمنى لك الشر، ناس كتيرة جدا مش عايزاك تكون مرتاح في ارض بيتك، بلاش تفكر في الانتحار، بلاش تفكر في انتحار، لسه الحياة كويسة. اتصدمت كتير، خذلت كتير، الناس اللي اتغيرت عليك فجأة وانت في وقت من التاني كنت محتاجها. ابعد عن الطاقات السلبية، ابعد عن الغدر، ابعد عن الخيانة، بص للحياة بشكل مختلف علشان تعرف انت عايز ايه، وهتقف على ارض صلبة الفترة القادمة، وهيكون عندك تحسن في حياتك بالكامل، وهيبقى جزء من ظلمك يا برج الدلو، وتحياتي ليك واتمنى لك الخير.